الجيش الوطني مدعوما بالمقاومة الوطنية ومسنودا بأبناء الوطن من القبائل في طريقهم إلى محافظة عدن. فلنشاهد التفاصيل. أفادت مصادر أنه لا صحة لوجود أي اتفاق حتى هذه الساعة، وأفاد المصدر قائلا نأمل أن ميليشيا الانتقالي تسلم بدون قتال. وقال الجيش سيتقدم إلى زنجبار ثم عدن لفرض سلطة الدولة وإعادة سبل الحياة التي دمرتها الميليشيات، فمن وقف في وجهه يتحمل مسؤوليته، ومن أقفل عليه بابه في بيته فهو آمن، إلا من تورط في دم فسيتم محاكمته بالحق والعدل. هذا وقد قالت مصادر أن هناك عبر وساطات كان اتفاق تسلم أبناء أبيان مسؤولية حماية محافظة أبيان وخروج الجيش الوطني والقوات القادمة من مأرب والمحافظات الأخرى، فيما رفض الجيش الوطني الخروج والعودة إلى مأرب وتم استخدام تعزيزات أخرى. وقد أكدت المصادر أن الانتقالي يحشد ميليشيات الإحداث فوضى، فيما أفاد المصدر أن اللواء جواس ثابت وجه نصيحة لكل المقاتلين المنطويين تحت ميليشيا الانتقالي، دعاهم إلى الانضمام إلى الشرعية، وكل مقاتل يأخذ له رقم عسكري ويتم اعتماده، وهذه فرصة كبيرة. وقد قال جواس الآن نترك الخيار لهم، وقد أحذر من أنذر. فيما أفاد مصدر خاص أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري وجه تحذيرا شديد اللهجة للقيادي بميليشيا الحزام الإماراتي عبد اللطيف السيد، محذرا إياه من التعرض لقوات الجيش الوطني أو المساس بحياة المواطنين الأبرياء، متوعدا إياه بأن الجيش الوطني قادم، ولخصها بالقول إحنا جايين جايين. ويعتبر وزير الداخلية أحمد الميسري واحدا من أبرز المعارضين للتواجد الإماراتي في اليمن، وأبرز من وقف في وجه الأنشطة الإماراتية المشبوهة التي تستهدف وحدة اليمن عبر دعمها المسلح لميليشيا الانتقالية الانفصالية التي تقودها قيادات مرتبطة بتنظيم القاعدة.